صباح الخير مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج الحدث. الأزمة الأوكرانية والروسية تنعكس على لبنان على مستويات عدة، أبرز هذه المستويات مجموعة من السلع التي ترتفع أسعارها في الأيام المقبلة. ما هي هذه السلع؟ أبرز هذه السلع هو القمح. اليوم ضيفي في هذه الحلقة الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. معك رح نناقش تداعيات هذه الأزمة الروسية الأوكرانية على لبنان اقتصاديا. شو هن السلع اللي هلأ كنا عم نسمع كمان هن البحصلي عم يحكي عن سلعة معينة اليوم بلبنان رح تتأثر بشكل مباشر، وكمان رح نحكي بمواضيع أخرى أبرز الموازنة والإصلاحات، ولكن أيضا بهذه الحلقة رح نكون عم نعاين مباشرة أوضاع اللبنانيين بأوكرانيا اللي عم بيعانوا كتير بسبب القصف. ومعنا مباشرة هلأ من هناك علي شريم رئيس الجالية اللبنانية. صباح الخير، يعطيك العافية وحمد لله على سلامتكم. صباح الخير لكم ويعطيكم العافية لقناتكم كريم. تفضل علي، خبرنا شو أوضاع اللبنانيين هناك. امبارح كان في كلام أنه السفارة اللبنانية على المنصات التابعة لها عم تعطي الإرشادات حتى اللبنانيين يتسجلوا بالمنصة ويروحوا بمنصات إلى الحدود الأوكرانية ليفوتوا على بولندا. هلأ في كلام عن ناس علقانة على الحدود، وفي هلا انا وعم بحكي معك من شوي قلت لي انه في لبنانيين بعدهم موجودين بكييف، هن موجودين تحت الارض او بالمترو او ما بعرف وين. خبرنا عن الاوضاع. هلا عند الجالية اللبنانية بدات منذ اكثر من 10 ايام بدانا بالنداءات نحن الفورية للتدخل. طلع تصريحات رسمية من البعثة ومن الخارجية انه هن عم بيتابعوا هذا الموضوع، الموضوع عندهم. البارحة صباحا الخامس صباحا وقت اللي بلش القصف المدفعي على كييف، كل شبابنا والصبايا والتلاميذ وقعوا بحالة خوف كثير كبيرة. الإجراءات بس اللي قمنا فيها بلغناهم إنه يكونوا مجموعات، يعني مش أفراد موزعين، لنقدر نتواصل معهم كمجموعات. يعني التواصل مع 800 أو 1000 تلميذ هو صعب جدا، لنتواصل معهم كمجموعات. لبوا النداء الأكثرية وبلشنا نحطهم بمجموعات نتواصل معهم. امبارح بلشنا اللي عنده سيارة طلبنا منهم يفولوا سياراتهم، لأنه اليوم مثلا كان مقطوع خلاص البنزين ما فيه ولا حتى البنزين شغالة. طلعوا قوافل مع بعضهم بحدود ال 20 سيارة من صبح ومساء. نعم. عم بيواجهوا على الطريق صعوبات، لأنه في زحمة سير خانقة من هون للبوب، يعني عم تحكي أنت بحدود 500 كيلومتر وبعدين 200 كيلومتر للحدود، عم تحكي 700 كيلومتر عم بضلوا فيهم حوالي 20 ساعة. عالم نايمة على الطرقات. الأكثرية اللي بقيت بكييف طلبنا منهم اليوم المناشئ اللي نزلوا عليها، واقع اللي عندهم يعني او بالطوابق السفلى من البنايات او بالملاجئ اللي خصصوها الاوكران او بالمواقف السيارات للبنايات العاليه او بمحطات المترو. شبابنا وبناتنا هنيك موجودين. بس هن ليش ما فلوا؟ ليه ما فلوا؟ ليه ما توجهوا بالباصات الى الحدود البولنديه؟ هلا وقديش اعداد الجاليه اللبنانيه الموجوده باوكرانيا اللي هي معها جنسيات وهي اختارت تبقى، او كيف الوضع عندها؟ وضع اللبنانيين الكامل الذي يحمل الجنسيه الاوكرانيه من سنين، نجيد اللغه الاوكرانيه والروسيه، ممكن التعاطي مع الظرف لانه يعني بنعرف لوين الاوكراني عم ينتجئ، بيعرف كيف بده يتحرك. اما طالب او طالبه اساسا هن نحن 40% منهم تركوا الدرس بالنسبه للوضع الاقتصادي اللي حاصل بلبنان، باقي ال 60% اللي هن عباره عن 1000 1300 طالب كانوا بحاله ضياع، ما عارفين شو اللي بده يحصل. الخارجيه اللبنانيه والبعثه حطوا كتابين، اول مره طلع رئيس البعثه بلغ اللبنانيين اللي بحب يسافر يسافر على حسابه الخاص. الوضع الاقتصادي اكيد ما بيسمح كمان، مش كلهم قادرين والدوله مش قادره. نحن ما كنا بنتمناه على هذه البعثه، ما قدروا يسافروا بوقتها، يعني ما يسمعوا صوت قذائف بعد، ما عم يسمعوا صوت رصاص بعد. كنا ما نتمناه على هذه البعثه.
أن يقوموا بالإجراء بدون مال، يتواصلوا معهم لهذول الطلاب من أكثر من 10 أيام، يقولوا لهم كيف يتواجدوا، يعملوا لهم جروبات لنعرف إذا بدنا نتواصل معهم نقدر نتواصل معهم. حركة البعث كانت معدومة نهائياً، أنا مسؤول عن كلامي أمامهم. يمكن أمام الطلاب قصدك؟ هذا الموضوع أمام الطلاب. طب هل أنتم على تواصل مع الطلاب هل اللي علقانين على الحدود مع بولندا؟ أنا اليوم الساعة 5 الصباح، إذا بتحبوا في عندي مسجات بقدر فويس كول يعني بقدر ابعث لك اياهم. رح نتصل مع أحد الطلاب، يعني مع مجموعة من الطلاب اللي علقانة على الحدود الأوكرانية البولندية هلا. بس أنتم عم تتواصلوا معهم، شو الوضع؟ أنا عم بتواصل مع الطلاب الموجودين على الحدود اللي هي الفوف بولونيا، عم بتواصل مع الطلاب الموجودين على الحدود الرومانية. نعم. عم بتواصل مع أكثر المجموعات الموجودة بكييف. اليوم هو أكثر نهار، امبارح سمعنا أصوات صواريخ، بس اليوم أكثر نهار لأنه كان في صوت رصاص، اشتباكات يعني اشتباكات بداخل المدينة. يعني وصلت الاشتباكات إلى داخل المدينة. وصلت الاشتباكات من داخل هلا المدينة. أنت وين؟ خمس دقايق أنا منتظركم. من خمس دقايق كان في صوت رصاص وصوت قذائف، مسموع رصاص خفيف يعني مش المتوسط الأخر يعني. نعم. هو قريب بيكون يعني قريب. أنا موجود على شارع النصر اللي هي شارع النصر بسنتر المدينة في، بس إذا ملاحظة الحركة معدومة نهائيا. الأوكران خلوا المدينة تقريبا كمان نسبة كبيرة منهم، الباقي موجود بالأماكن الصفية وبالمدينة. نعم. نعم، شكرا لك رئيس الجالية اللبنانية في أوكرانيا علي شريم على هذه المداخلة. بدي انتقل من عندك إلى الوزير جبران باسيليا اللي عنده كلمة نسمعه ونرجع. وأن نسعى لإقناع اللبنانيين به ولتعميم هذه الثقافة. أتيتم من كل المناطق والطوائف لاقتناعكم العميق بأن لبنان المدني هو السبيل للعيش معا في دولة ناجحة. نحن في التيار الوطني الحر مؤمنون بوحدة لبنان، وبأن الحياة معا يجب أن تبقى خيار اللبنانيين وليس فقط قدرهم. نحن مقتنعون بأن فشل الدولة سببه سوء النظام، وبأن الحلول لأزماته تكمن في إصلاحه وليس بفسخ العقد الاجتماعي بيننا. يعني صدقونا نحن جربنا كل شيء، جربنا الإقصاء الكامل من الدولة مش من الحكم من 1990 إلى 2005، وجربنا الإقصاء من الحكم من 2005 إلى 2008، وجربنا الحكم بمختلف مراحله وما في حل. من قلب هيدا النظام ما في حل إلا بتغييره أو بتطويره. يدرك التيار الوطني الحر عمق التحولات الحاصلة في لبنان والإقليم، وقد شكل الانهيار المالي مؤشرا خطيرا على انهيار بنيوي في النظام بمستوياته الأخلاقية والسياسية وبخياراته الاقتصادية والمالية. وما أزمت تهريب أموال اللبنانيين إلى الخارج ورفض استعادتها، وسرقت أموال المودعين ورفض محاسبة المرتكبين، سوى دليل على أكبر انحطاط أخلاقي شهده لبنان. يأتي هذا المؤتمر فيما اللبنانيون هائمون في البحث عن سبل الخلاص بعد صدمة 17 تشرين 2019، التي أخرت مؤتمرنا والذي كان مقررا في 20 الثاني 2019، كما يأتي عشية استحقاقات داخلية وفي مناخ دولي متوتر له دور في رسم مستقبل منطقتنا.
نحن تيار سيادي لا نقبل أن يكرر الخارج مستقبل وطننا، وننبه جميع اللبنانيين إلى أن الفشل في الاتفاق فيما بيننا على نظام قابل للحياة والنجاح سيعطي للخارج زريعة ليفرض هو علينا ما يرضيه وليس ما يرضينا، وما يؤمن مصالحه وليس ما يؤمن مصالحنا. وطننا على مفترق حقيقي، ففشل النظام صار مصدرا للانحلال، أما إصلاحه فسيكون سبيلا للنهوض ويستلزم وعيا وإرادة وعملا مشتركا. نحن لا ندعي أننا نملك وحدنا الحل الأمثل، ولا يجوز لأحد أن يدعي ذلك، لكننا نملك مقترحا نضعه أمام اللبنانيين وندعو لحوار حوله. لقد أخذ علينا أننا في النظام الطائفي المعمول به كنا متشددين في المطالبة بحقوق المسيحيين في الدولة، وهذه حقيقة لا ننكرها بل نتمسك بها، لأننا نتمسك بالشراكة الوطنية فيما سعى غيرنا في السابق إلى فسخ الشراكة بحجة تأمين الحقوق. إن اقتناعنا بالشراكة يقودنا إلى التمسك بالحقوق. طالما بقي النظام طائفيا، أما طموحنا فهو الانتقال من حقوق الطوائف إلى حقوق المواطن، لأننا أساسا تيار عابر للطوائف وطامح لتجاوز الطائفية وصولا لإلغائها وتحقيق العلمنة بالشكل الكامل وبالفصل الكامل بين الأديان والدولة. إننا جاهزون لذلك، ليس تحديا وإنما عن اقتناع تام بأن المواطنة هي الخلاص. ننطلق في مشروعنا في محاوره السبعة من وثيقة الوفاق الوطني التي كنا خارجها، ولكننا ارتضيناها دستورا، ونتعهد بأن يكون همنا في المجلس النيابي المقبل ترسيخ الدولة المدنية من خلال أولا، وهذا مشروع أقريناه نحن بنظامنا بالتيار كمشروعنا السياسي بمؤتمرنا سنة 2021، أولا العمل على سد الثغرات في الدستور، ثانيا استكمال تطبيق الوثيقة، وثيقة الوفاق الوطني، وتطويرها بحيث تصبح ميثاقا وليد إرادة اللبنانيين، وليس فقط وثيقة فرضتها في حينه معادلات وموازين خارجية. ثالثا العمل على إقرار القانون المدني الموحد للأحوال الشخصية. رابعا إقرار قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة ليصبح للبنان نظام إداري ومالي عادل وفعال. واللامركزية منا لا تقسيم ولا تجزئة ولا حتى فدرالي، وحرام تخويف الناس منا وتصويرها على هالشكل من دون ما نكون عم نحترم التنوع الكبير عند اللبنانيين داخل كل طائفة وداخل كل مذهب وداخل كل منطقة، وهي السبيل لاحترام هالتنوع والحفاظ على الخصوصية وإنتاج نظام إداري ومالي فعال وعادل لكل اللبنانيين. خامسا إقرار قانون انتخابات نيابية على أساس النسبية في الدوائر الموسعة،
مع تحديد برنامج زمني للخروج من القيد الطائفي. سادساً، إنشاء مجلس للشيوخ يتم انتخابه وفقاً للتمثيل المذهبي المباشر، وتكون صلاحياته التشريعية متصلة بالمسائل ذات الطابع الكياني والمرتبطة بخصوصيات المكونات حفاظاً على تنوعها وتميزها وهوياتها الثقافية والدينية. ويجوز لنا هنا التفكير جدياً بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب على دورتين، للحفاظ على خصوصية الموقع ورمزيته وتمثيله لكافة اللبنانيين. وسابعاً، نتعهد بالعمل على إنشاء صندوق ائتماني يملك ويدير أصول الدولة بمشاركة القطاع الخاص. إذن كنا مع كلمة الوزير جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر من مؤتمر لبنان المدني. بدي أرجع لك، شو رأيك بالطروحات؟ رجع عدد مجموعة من الطروحات اللي هي أصلا إشكالية بالبلد، يعني أستاذ وليد، دكتور وليد حكي عن المركزية الإدارية والمالية الموسعة يلي كمان كان في عليها مشكلة كبير، انتخاب رئيس جمهورية مباشرة من الشعب، هذه يمكن لأول مرة تطرح؟ لا، سبقوا يعني لمحوا لهالشيء، موضوع انتخاب رئيس جمهورية من الشعب، أظن بعض الأقطاب، بس من سنين مش من اليوم. هلأ طبعا الأولوية اليوم نحن منا ولا بتعديل دستوري ولا إذا بدك بتغيير نظام، بقدر ما نحن بأزمة معيشية، أزمة حياتية مهمة جدا. وأكيد أظن أنه لنعدل الدستور بدنا الثلثين المجلس النيابي، وهون كمان نحن على أبواب انتخابات نيابية، ما بنعرف كيف راح تكون القوى والموازين بعد هالانتخابات النيابية في حال حصلت هذه الانتخابات. بموضوع اللامركزية، موضوع اللامركزية لازم ينطرح، إن كانت اللامركزية الإدارية، هلا بنعرف إنه اللامركزية هي عمودية، بتبتدي إدارية وآخر شيء بتنتهي مالية. مالية نوع من إذا بدك الاستقلال الذاتي، وهون عليها الإشكالية، ومشان هيك لازم تتوضح أكثر. إنما اللامركزية الإدارية مهمة جدا، لأنه لا يعقل بقى أن نكون نحن بمركزية إدارية بما يعيق هذا من الحركة والعجلة الاقتصادية والشؤون الحياتية. هذه بداية. نعم. أما إذا بدنا نرجع لموضوعنا الأساسي، لموضوعنا الأساسي اللي هو شو هن القطاعات الحيوية اللي بتتأثر بشكل مباشر من الأزمة الروسية الأوكرانية بلبنان، بدأ من القمح والزيت والمازوت وأسعار النفط وإلى آخره. هلا خلينا نقول إنه هو في ترابط عالمي وكافة البلدان بتتأثر. شو هو الترابط العالمي؟ بداية بالبورصات، كافة البورصات هي مترابطة، إذا هون كافة الدول تأثرت، وشفنا لاحظنا هالشيء بانهيار البورصات من أول أيام اندلاع هذه الحرب. وبعدين الترابط هو التبادل التجاري. هلا اليوم صحيح عم بيحكى كثير عن القمح وكيف لبنان رح يتأثر بموضوع القمح، لأنه نحن بنستورد 60% من القمح من أوكرانيا. إنما أنا برأيي الموضوع الأهم، أكيد القمح مهم جدا، ونحن ما قادرين نخزن اليوم القمح، وبدنا أسواق بديلة، وممكن يكون في غيرنا اليوم عم يبحث عن أسواق بديلة وما نقدر نحن نأمن هذا الشيء. بس الأهم والأخطر على المواطن هو ارتفاع أسعار النفط عالميا. ليش؟ لأنه بداية أكيد نحكي عن موضوع الكهرباء والفيول والمازوت والمولدات وصفيحة البنزين، إنما كمان في كلفة الشحن بدها ترتفع.
على كافة المواد الاستهلاكية اللي نحن بنستوردها من الخارج اليوم بدها ترتفع بنسب 10 أم 20%، وكل ما بدها تطول الأزمة أكيد رح يرتفع أكثر أسعار النفط عالميا، وهون الإشكال الكبير، وهون الفاتورة الكبيرة الاستهلاكية اللي بآخرة المطاف رح يدفع ثمنها المواطن اللبناني، عدا عن طبعا الأرقام اللي هي كانوا طارحينها بالموازنة من سلفة الخزينة اللي كلها بدها تتغير، لأنه نحن على أي سعر نفط استندنا هذه بالدرجة الثانية. بالدرجة الثالثة مصرف لبنان اللي هو اليوم عم بيستنزف ما تبقى عنده من احتياطي ليثبت سعر صرف وهمي اللي هو اليوم 20,000، كمان بده يستنزف أكثر. ليش؟ لأنه هو بيدعم جزئيا نوعا ما البنزين بنسبة 15%، وهون رح يصير في طلب أكثر على الدولار، ونحن عم نشوف عم نلمس هالشيء يوميا أنه الطلب ازداد ل 50-60 مليون، وهون كمان عم نهدر ما تبقى من أموال الشعب اللبناني من أموال المودعين. إذن التداعيات كبيرة على لبنان في حال دامت استمرت هذه الحرب طويلا. أكيد. طيب، يتوقع أن تزداد أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية من بنزين ومازوت وغاز في الأسابيع الثلاثة المقبلة بزيادة أسبوعية أو حتى نصف أسبوعية تبلغ 15,000 ليرة لكل صفيحة. يعني انه هو هيك والناس انجا عم تقدر تكفي. هلا هو عمليا في عاملين بيتحكموا باسعار البنزين والمازوت. العامل الدولار هذا عامل محلي ارتفاعه وانخفاضه، وعامل بالاسواق العالميه ارتفاع وانخفاض اسعار النفط عالميا. وهذا مش ممكن تعمل في شيء الدوله فينا نحن بالكاد العالم. الدولار قادرين نحن نجرب نتحكم نعم. فيه، انما الاسواق العالميه هذه هي المشكله. هلا اليوم صحيح انه رح ترتفع الاسعار، والدوله مغيبه لانه ما في، يعني كنا عم ننادي بخطط أما بشبكة أمان اجتماعية تأمنها للمواطن، إن كان نقل مشترك، إن كان دعم موجه، وما يكون مثل هالدعم اليوم اللي هو عم نهدر أموال، دعم لتثبيت سعر الصرف اللي هو فقط أنا برأيي هو انتخابي بامتياز وليس إلا. هلا رح نحكي عن هذا الموضوع، بس خلينا شوي بعد نحكي بحجم التبادل التجاري بين لبنان وروسيا، وحجم التبادل التجاري بين لبنان واوكرانيا. مع روسيا 527 مليون دولار، مع اوكرانيا 272 مليون دولار. قديش لبنان عم تقول حضرتك انه صح ازمه القمح هي ازمه حقيقيه دغري بتعنى بالمواطن اللبناني، لانه القمح، الخبز الى اخره، الزيت كمان نفس الشيء، بس انه الاهم هن المشتقات النفطيه. بس نحن اليوم لوين ممكن توصل الاسعار اذا استمرت الحرب 3 أسابيع او 4 أسابيع، خصوصا وانه هلا مثل ما شفنا انه ما في شيء مؤشر على انه انتهائها هلا خليني اقول لك ليش انا عم بحكي عن القمح، لانه القمح فاتورة الاستيراد تقريبا هي بين 135 ل 150 مليون دولار سنويا، مقابل فاتورة استيراد بترتفع ل 3 أما 4 مليار دولار النفط، إن كان المازوت والبنزين والفيول. إذا هذا الفرق اللي عم نحكي عنه إذا ارتفع أسعار النفط عالميا. أما بموضوع قديش ممكن ترتفع الأسعار، هلأ صحيح أنه عم بيقولوا ممكن تكون الأزمة طول، إنما يعني في ضبابية بالمشهد، بس السرعة والوتيرة المتسارعة اللي دخل فيها الجيش الروسي وصل للعاصمة، هذا بيشير انه ممكن تنتهي بسرعة. تحسم الامور بسرعة، وكل ما بتحسم الامور بسرعة كل ما التداعيات عالميا وعلى لبنان بتكون اقل. هلا اليوم في حال ما حسمت وضلوا يرتفعوا الاسعار، اكيد مثل ما قلت لك في عنا عوامل الشحن، لان نحن بنستورد 80% من اللي بنستهلكه. في عنا الشحن، في عنا القمح اللي بده يرتفع سعره، وفي عنا التداعيات المباشرة النفط وفاتورة البنزين والمازوت. كيف ممكن تتدخل الدولة اللبنانية؟ إلى أي مدى ممكن أنه يتدخل حاكم مصر لبنان بهذه الأزمة، يعني المستجدة بسبب الأزمة الروسية والأوكرانية؟ رح نناقش بهذا الموضوع، لأنه هو أصلا هلأ عم يتدخل حتى سعر الدولار 20,000 ليرة
ورح نشوف. لا، في شيء مهم انه الموضوع القمح هو بيدعمه 100%، بعده عم يدعمه 100%، اذا هذا ما بياثر كسعر قمح، بس اللي بياثر مثل ما قلنا الكلفة الشحن. طيب بس قبل ما نكفي انا وياك بدي اتوقف مع اتصال هاتفي مع سفير لبنان في موسكو شوقي بو نصار. يعطيك العافيه، صباح الخير. اهلا، صباح النور. شفنا امبارح لقائك مع بوغدانوف، وشفنا البيان يلي طلع من بعد هذا اللقاء على انه تحدثتم عن اهميه العلاقه بين لبنان وموسكو، وكانه كان هذا اللقاء اذا بدك يذلل الازمه اللي نتجت عن بيان وزاره الخارجيه اللبنانيه حول الاحداث في روسيا واوكرانيا. استاذ شوقي، هل اضركم يعني بيان وزاره الخارجيه اللبنانيه؟ بالواقع صحيح، يعني اتى اللقاء يوم امس مع صديق نائب وزير الخارجيه الروسي السيد ميخائيل بوغدانوف لتوضيح الموقف اللبناني من ما يجري باوكرانيا. وطبعا اللقاء اتى بعد اتصالات طيله النهار مع معالي وزير الخارجيه والمقربين دكتور عبد الله ابو حبيب ومع دوله الرئيس نجيب ميقاتي. لانه ما بخفى عليكي وكما هو معلوم لدى الجميع، بيان وزاره الخارجيه اللبنانيه قد تكون صياغته لم تعكس يعني الموقف اللبناني اللي يجمع عليه معظم اللبنانيين ومعظم الفئات السياسيه اللي ايضا جرى تواصل معي من قبلهم. لبنان حريص، وابلغت السيد بوغدانوف، لبنان حريص اشد الحرص على افضل العلاقات مع روسيا الاتحاديه. روسيا دولة عظمى ودولة صديقة، قدمت ولا تزال كل الدعم الممكن للبنان سواء بالمحافل الدولية الأمم المتحدة وغيرها أو على الأرض. يعني كلنا بنعرف واللبنانيين بيعرفوا عندما يتعرض لبنان لأزمات، سواء ابتداء من عدوان تموز في 2006 وصولا لجائحة الكورونا وانفجار المرفأ، روسيا لم تتردد لحظة تحت القيادة الحكيمة للرئيس بوتين، لم تتردد بتقديم كل دعم ممكن للبنان مادي ومعنوي. ولهذا السبب يعني أثار البيان اللي صدر عن الخارجية اللبنانية نوع من عدم الرضا الروسي لا شك. يعني فقمت أنا امبارح خلال لقائي مع الصديق سيد بوغدانوف بتوضيح الأمر، وكان لقاء إيجابي وأجواء إيجابية. يعني كيف وضحت الأمر أولا؟ ماذا قلت له وكيف كان الرد؟ يعني أكدت طبعا أنه لبنان متمسك دائما بأفضل العلاقات مع روسيا، وربما كما قلت سيدتي أنه صياغة البيان لم تعكس تماما حقيقة الموقف اللبناني، لأنه البيان يعني كان فيه تعبير يعني أثارت استياء الجانب الروسي. لا شك. نعم. لانه الازمه الاوكرانيه بالواقع، من يتابع الازمه الاوكرانيه وانا اتابعها من 2014، انا سفير لبنان في روسيا منذ حوالي 9 سنوات ونصف واتابع الازمه منذ انطلاقتها بال 2014. نعم. الازمه الاوكرانيه معقده جدا وفيها يعني طبعا هي خلاف محاور بين الناتو والغرب وبين روسيا. هل تفهم؟ معقده جدا. نعم. الازمه الاوكرانيه. ماذا نعم. قال لك يعني السيد بوغدانوف؟ ماذا قال؟ السيد بوغدانوف طبعا ابدا استغرابه لصدور هكذا بيان، خاصة وأن الكثير من الدول العربية يعني اللي معروفة بقربة للغرب أكثر من لبنان لم تسارع إلى إصدار بيان بهالصياغة يعني القوية تجاه الموقف الروسي، تجاه يعني دور روسيا. نعم. كيف انتهى اللقاء؟ هل يمكن القول أنك يعني حليت أزمة الموقف الروسي تجاه هذا البيان؟ لا طبعا، لا يعني يمكن القول أني شرحت وأوضحت يعني أزلت بعض الالتباس، ولكن لا شك أنه يعني ربما خطوات توضيحية أخرى من المسؤولين اللبنانيين مطلوبة أكثر. أكيد. نعم. خطوات أخرى من الحكومة اللبنانية. نعم. الوزير عبد الله أبو حبيب اليوم بالصحف أبدى استغرابه لنداء الوطن لما تضمنه بيان السفارة الروسية،
قائلا لنداء الوطن: كنت قد طلبت أمس الأول لقاء السفير الروسي في لبنان وأبلغته أن وزارة الخارجية اللبنانية بصدد إصدار بيان استنكار لما حصل في أوكرانيا، ولم يعبر لي عن موقفه بالشكل الذي ظهر في بيان السفارة الروسية، يعني إنما اكتفى بالاستماع ثم أكملنا الجلسة بشكل عادي. وقال أيضا الوزير عبد الله أبو حبيب أن القصة هي قصة مبدأ مبني على قرارات الشرعية الدولية، وأنا أصدرت البيان بناء على قناعاتي ولم أتلقى أي اعتراض. أنا هون أعتقد أنه السفير الروسي، أعتقد طبعا لم يعني لا يمكن الحديث عن أجواء اللقاء مع معالي الوزير، بين معالي الوزير ابو حبيب والسفير الروسي في بيروت. لا، انا عم اقول انه لبنان متمسك بموقفه، يعني وزير الخارجيه متمسك بموقفه. لكن انا اقول انه السفير الروسي في بيروت ربما لم يعترض لانه لم يطلع على حرفيه البيان، لانه صياغه البيان يعني لبنان اكيد كان ولا يزال متمسك بقرارات الشرعيه الدوليه وبميثاق الامم المتحده، ولكن كما قلت يعني الازمه الاوكرانيه معقده جدا، ويعني الموقف الدول كلهم عم بيكون موقف يعني حذر ودقيق من الأزمة، إلا الدول اللي أخذي طبعا مواقف مسبقة أو بمحاور معين. نعم، طيب سعادة السفير، لأي مدى هذا البيان يمكن أن يضر باللبنانيين الموجودين في روسيا؟ وهذه مناسبة أيضا للحديث عن أوضاع اللبنانيين الموجودين في روسيا في هذه الأزمة. يعني بهالمجال بشكرك على السؤال، لانه انا تلقيت اتصالات عديده جدا من ابناء الجاليه اللبنانيه بروسيا، وحتى صدر بيانات باسم ابناء الجاليه تعترض على بيان وزاره الخارجيه اللبنانيه وابلغوني، وانا اتفهم ابناء الجاليه هون، لانه يعيش في روسيا حوالي 2500 لبناني، نصفهم تقريبا من الطلاب، يتلقون افضل معامله من الجانب الروسي وكل انواع الدعم، خاصه الطلاب يلي واجهوا ازمات بتسديد الرسوم الجامعيه بسبب صعوبه التحويل من لبنان، والذين عانوا ايضا خلال الكورونا، فكانت يعني يتم معاملتهم كالمواطنين الروس بكل اهتمام من السلطات الروسيه والجامعات المختصه، ولهذا طبعا كان هناك استياء لبناني واستغراب لهالموقف اللبناني اللي بيعتبروه غير يعني لا يصب بمصلحتهم. نعم. انا بحب اكد بهالاطار انه خلال حديثي مع السيد بوغدانوف اكد لي حرص روسيا كمان على افضل علاقات مع لبنان وحرصها على ابناء الجاليه اللبنانيه. طبعا روسيا دوله عظمى وكبرى، وصراحه يعني اعتقد انه لن ينعكس بيانات يعني وان كانت غير مرضيه للجانب الروسي لن تنعكس ابدا على ابناء الجاليه اللبنانيه اللي هن عايشين ببيئة صديقة يتلقون كل أنواع الاهتمام من الجانب الروسي. نعم، بس أخيرا يعني كمان أجواء السفارة اللبنانية في أوكرانيا مختلفة شوي، لأنه أيضا هي تقول أنه في لبنانيين موجودين في أوكرانيا التي تتعرض للقصف، وهن هلأ موجودين بالملاجئ وبمحطات المترو وعلقانين على الحدود، وبالتالي بيان كهذا يمكن أنه يفيدهم لأنه هن تحت وقع الأزمة أكثر من اللبنانيين في روسيا. يعني نحن دائما بدنا نطلع على اللي بيفيد مصلحه لبنان سيدتي. مصلحه لبنان مثل ما قلنا هو طبعا التوافق مع القوانين الدوليه، ولكن احترام المصلحه اللبنانيه قبل النظر يعني لاتخاذ مواقف ترضي جانب وتؤذي جانب اخر، فمن شان هيك المواقف يجب ان تكون مدروسه ومتوازنه. ولبنان مثل ما قلنا ومثل ما فهمت من معالي الوزير ابو حبيب حريص على افضل العلاقات مع روسيا. برجع باكد الوزير ابو حبيب حريص جدا على افضل العلاقات، ودوله الرئيس ميقاتي على علاقات الصداقه التاريخيه مع روسيا. طيب هل مطلب اليوم اخيرا، هل طلب بوغدانوف بيان رسمي او تصحيح رسمي او يعني ايضاح رسمي يعني حول ما جرى في لبنان؟ لا لا لا، لم يطلب. تكون واضح السيد بوغدانوف لم يطلب، لانه طبعا هذه بتتوقف على الجانب اللبناني بالعلاقات الدوليه، يعني لا يكون هناك املاء معين يعني ولكن انا اعتقد انه ونقلت الاجواء طبعا لمعالي الوزير ابو حبيب ولدوله الرئيس، انه ربما صدور بيان توضيحي عن الحكومه اللبنانيه قد يكون مفيدا جدا بهالظروف هذه. ماذا قالوا لك؟ سيتم درس الموضوع طبعا.
سيتم درس الموضوع واتخاذ الإجراء المناسب. شكرا لك سفير لبنان في موسكو شوقي بونصار، أهلا وسهلا بك وشكرا على هذه المداخلة. أستاذ وليد بدأت تقف مفصل علينا قصير وبنرجع. أيوة ولا يهمك. فاصل وبنرجع. عودة لكم مشاهدينا مع ضيفي أستاذ وليد أبو سليمان الخبير الاقتصادي. كنا عم نحكي يعني قبل المداخلات عن الأزمة الأوكرانية والروسية وتأثيرها على لبنان، حكينا عن عدد من السلع اللي هي رح تتأثر مباشرة، خصوصا أنه نحن بنستورد كثير من المواد الاستهلاكية يلي بنستعملها. حكينا عن مصرف لبنان ودوره، اليوم مصرف لبنان عم بيضخ دولار مقابل أنه يكون الدولار بعشرين ألف ليرة تقريبا بس، هل يمكن أن يقوم مصرف لبنان بأي إجراء للحد من هذه الأزمة الناتجة التي ستنتج على صعيد القمح والزيت والمحروقات وما إلى هنالك؟ هل عمليا ارتفاع الأسعار عالميا ما في مثل ما قلنا ما بيقدر يتدخل بالأسواق العالمية. اللي ممكن يعمله مصرف لبنان واللي هو ما في يعمله هو إذا بدك يكفي دعم هالسلع ويكفي دعم المحروقات، اللي هو عمليا كان وقف يدعم المحروقات باستثناء البنزين اللي هو عم يدعمها 85% اذا بدك على سعر الصيرفة اللي هو سعر هو عم يدعمه والباقي بيأمنه الدولارات. اما القمح لليوم بعده عم بيأمن هذا الدعم، واليوم المطلوب انه يتحرك اسرع، يعني يتحرك اسرع مصرف لبنان بفتح الاعتمادات لان راح يكون في طلب اكثر. بس من وين بده يجيب الدولارات؟ يعني اليوم اصلا نحن عندنا سؤال إن من وين عم بيجي الدولار كرمال صيرفه؟ خلينا نقول اول شيء بدايه نحن كان في حقوق السحب من صندوق النقد الدولي اللي هن تقريبا مليار و100 مليون دولار، نحن كشعب لبناني بحق لنا نعرف شو مصيرهم وشو صار بهالاموال، هل يا ترى عم تنهدر هالاموال على غرار ال 15 مليار دولار هدر على الدعم؟ واذا هذا الشيء عم يحصل هيدي بتكون جريمه، لانه كانوا قالوا وتعهدوا انه راح يكون في هذه الاموال راح يكون في شروط لتنصرف. اذا عمليا هذا على مصرف لبنان انه يوضح هالاموال شو مصيرها. اما بموضوع الصيرفة وما يحكى أنه لا الأموال عم تجي من الخارج، أنا بشك أنه أموال التحويلات الإلكترونية هي اللي عم بتغطي صيرفة. أكيد مصرف لبنان عم بيمد الأسواق بالدولارات من احتياطي اللي موجود عنده. وهون كمان إذا نظريا بعدنا عم نحكي بموضوع الاحتياط الإلزامي، هل يا ترى تخطى الاحتياط الإلزامي وعم بيصرف من الاحتياط الإلزامي؟ كمان هون عليه انه يوضح. في رقم اصلا؟ نحن بنعرف شيء رقم عن قديش بعد عنا احتياطي؟ ما نحن ما بنعرف. هلا بالارقام بينشر مصرف لبنان كل اسبوعين شو هو ما تبقى من احتياطي عنده، بس الارقام ما بتطابق الودايع. يعني نحن اذا عم نحكي عن 104 مليار دولار المفروض يكون الاحتياط الالزامي تقريبا 14 مليار دولار، نحن عم نحكي اليوم عن 12 مليار دولار، إذا كمان في تخبط بالأرقام، ونحن ما بنعرف قديه من هال 12 مليار دولار سيولة نقد ممكن يقدر يتصرف فيها مصرف لبنان، ممكن يكون الاحتياط الإلزامي هي أدوات مالية ومنا نقد، منا دولارات بيقدر يتصرف فيها، ولنشيل كل هالشبهات على مصرف لبنان هو يكشف عن حساباته لدى المصارف المراسلة ويبين قديه نحن معنا دولارات، لانه باخره المطاف هيدي كمان اموال المودعين. نعم. يعني نحن وقت بدنا ننتقل على خطه التعافي وهال الموبقات اللي موجوده بالخطه اللي هن طرحوها على صندوق النقد الدولي اللي هو رفضها بطريقه لبقه، كمان هون نحن عمليا اللي عم بيصير انه في اجرام بحق المودع اللبناني وقت نحن بنقرر 55% من الودائع نحولها على الليرة اللبنانية والباقي ندفع على 15 سنة والجزء الباقي سندات خزينة أبدية perpetual. يعني هيدي إجرام بحق اللبناني والمودعين أكيد. بالتالي اليوم الشفافية اللي هي منا موجودة
مطلوبة اليوم لنقدر نحن نسوق بهالأزمة، لأنه إذا ما في شفافية منكون نحن بس بعدنا عم نغطي الطبقة السياسية وعم نمرق مرحلة الانتخابات النيابية بدولار مثبت اليوم أصبح تثبيته على 20,000 والمطلوب أنه نحن نتشكرهم أنه ثبتوا على 20,000 بدل 1500. طيب خلينا نحكي شوي عن التحضيرات لمرحلة الانتخابات النيابية. نعم. عم تقول حضرتك أنه تثبيت هلأ سعر الدولار على 20,000 ليرة ضمن صيرفة والسوق السوداء هو التحضير للانتخابات، وبعد الانتخابات رح نبلش بمسار انهياري آخر. هل هذا الكلام صحيح؟ لأنه في كلام تاني بيقول أنه بعد الانتخابات في اتفاق مع صندوق النقد على أنه ممكن أنه يتثبت الدولار على 20,000 ليرة. هلا خلينا نقول انه اول هامش يعني مثلا انه 19,500 و20,500 ما بعرف. عمليا نحن دخلنا بأدار، بعدنا نحن عم نتشاور مع صندوق النقد الدولي بعد ما تأنا لمرحلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وبأظن ب 11 فبراير هذا الشهر صرح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي انه في شروط، ومن دون هذه الشروط الإصلاحية لبنان لن يحصل على قرض من صندوق النقد الدولي، لأن صندوق النقد الدولي بآخرة المطاف. نعم. شو بهمه؟ بس مئاتي عارف بهمه هذا الشيء. بهمه أنه يكون في استدامة للدين ليقدر يرجع يرد هالقرض. والرئيس مئاتي عارف هذا الشيء وعم بيجرب يمرقهم واحدة ورا واحدة. لا شو اللي عم بيمرقه؟ الإصلاحات. طيب وين الإصلاحات الأساسية؟ امبارح عملوا سلعة مقابل الهيئة الناظمة بالكهرباء. نعم بس امبارح كان في موافقة مبدئية على الخطة على الخطة الكهرباء والهيئة الناظمة. عظيم. بس الهيئة الناظمة كمان قديه صرنا بنحكي فيها وخطة الكهرباء تقتضي كمان انه يكون في موافقة على شروط البنك الدولي لنقدر نحن اقل نجر الطاقة من الأردن ونقدر نستجلب الغاز من مصر. اذا كلها هيدي نظريا كنا عم نحكي فيها لنا فترة، بس فعليا ما تحسنت التغذية. فعليا نحن الموازنة اللي هلا ارسلها المجلس وزراء المجلس النيابي هي موازنة ما فيها اي اصلاحات، ما فيها اي اصلاحات بنيوية. يعني نحن ما شفنا انه في اصلاح لموضوع الكهرباء بالموازنة، بل نحن طلب سلفة خزينة، واليوم مع اسعار النفط هذه السلفة أكيد بدها تتغير، وتلقائيا العجز بده يزيد، وصندوق النقد الدولي كل ما بيزيد العجز كل ما هو بيتريس إنه يعطي قرض. لا. لأنه العجز هو بيتحول لدين والدين ما بعود فيك تردي. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة بالإصلاحات. طيب وين الإصلاحات بالمؤسسات العامة؟ وين الإصلاحات بالقطاع العام؟ بعدنا كمان بموضوع الفوائد على سندات الدين اللبنانية. صحيح توقفنا عن دفع اليورو بونز، بس على سندات الخزينة اللبنانية بعدنا بندفع على المصارف وللمصرف المركزي. كمان هون ما صار في طرح لإعادة هيكلة هذه الديون كمان. إذن عمليا نحن صحيح أنه ممكن يكون في رغبة بالإصلاح ورغبة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بس بعد ما نفذنا شيء من الإصلاح. وأهم شيء أنا بيهمني، أهم شيء بكل الخطة إذا بدك الإنقاذية هو موضوع المودعين، لأنه مش هن اللي سرقوا الأموال، مش هن اللي فرطوا بالأموال. طيب هن عم بيتحملوا حصة الأسد كمان، واليوم مين كان خط الدفاع الأول عنهم؟ هو صندوق النقد الدولي، علما انه الكل بخوفنا من صندوق النقد الدولي لانه شاف قد ايه هيدي جريمه بحقهم. طيب على شو متكلين؟ على شو متكلين؟ يعني عم تقول حضرتك انه الاصلاحات يلي طالبها صندوق النقد الدولي اليوم مش عم تتنفذ، وانه شروط الاتفاق مع صندوق النقد هو تنفيذ هذه الاصلاحات اليوم. 20,000 دولار على اعتبار انه بعد الانتخابات النيابيه مفترض ان يحصل اتفاق إذا حققنا الإصلاحات، إذا ما حققناه هون وما صار اتفاق لوين رايحين؟ مزيد من الفقر، مزيد من التدهور الاجتماعي والمالي والاقتصادي والنقدي. نعم. يعني مثل ما صار من سنتين لليوم، ابتدينا بال 1005 وصلنا ل 33,000،
تدخل المصرف المركزي فرط من أموال المودعين وصلنا للعشرين ألف. اليوم إذا ما في خطة شاملة كاملة متكاملة ما بيقدر مصرف لبنان يهدي العملة على العشرين ألف، لأنه ما بقى معه سلاح، هذا السلاح ما بقى معه دولارات، هذه الذخيرة عم تنفد، وبالتالي مطلوب لا سقف للدولار. إذا ما بقى، إذا وقف يتدخل أكيد رح يبطل في، رح يتدهور العملة الوطنية. اليوم المطلوب هذه الخطة والخطوط العريضة اللي صرح عنها الصندوق النقد الدولي يلتزم فيها لبنان عبر حكومته وعبر مجلسه النيابي. معقولة لليوم بعد ما عنا قانون كابيتال كنترول؟ يعني هيدي من البديهيات. إذن عمليا المطلوب اليوم، وبنعرف انه الموازنة فيها كتير ضرائب، وفيها ضرائب مقنعة وفيها ضرائب شمولية، وهيدي بدها تأسر أكثر الاقتصاد، وهيدي أكيد بس نحكي عن هالواردات ما بقى نحن نقدر فينا نشبه هالواردات بسبب إذا بدك الطباطو وبسبب الركود الاقتصادي. إذا عمليا أنا أظن أنه كمان الموازنة ما رح تقطع قبل الانتخابات النيابية، وإذا ما قطعت قبل الانتخابات النيابية لنشكل حكومة جديدة لنقدر نحن نقطع الموازنة، لنقدر نحن ناخد قرض من الصندوق النقد الدولي. عمليا لازم يكون في سرعة بالتنفيذ، لأنه إذا بقينا هيك المواطن عم يدفع الثمن. نعم، طيب شو هي، لا بعد عنا فاصل قبل ما نختم، رح نفوت بفاصل سريع ونرجع. نرجع. عودة لكم مشاهدينا في هذا الجزء الأخير من هذه الحلقة مع دكتور وليد أبو سليمان. بدنا نختم بموضوع الموازنة. كنت عم تقول حضرتك أنه ما رح تنقر هذه الموازنة لبعد الانتخابات النيابية. في كلام عن أنه هذه الموازنة انعملت على قياس الانتخابات النيابية بحيث فيها تقديمات اجتماعية، وأنه إذا أقرت قبل الانتخابات فيها ضرائب منها كتير واضحة، يعني ما كتير بتأثر على المواطن اللبناني. بالمقابل لأنه إذا بدهم يحطوا الإصلاحات المطلوبة داخل هذه الموازنة، هيدا رح يطلب منهم يعملوا إجراءات قاسية جدا، هن هلا أبعد عنا لأنه في استحقاق انتخابي. خليني أقول لك، وقت نحن عم نحكي عن الضرائب اللي هي غير مباشرة وفي ضرائب مباشرة، وقت نحكي عن رفع سعر الجمرك، الضريبة الدولار الجمركي، إذا عمليا هون كمان هيدي بدها تشمل الجميع، صح؟ صحيح أنه حكيوا ممكن يستثنوا سلع، بعض السلع، بس بعد ما في شيء واضح أيها السلع اللي رح يستثنوها من هالضريبة هيدي. طيب عمليا كمان هون وين العدالة الاجتماعية؟ وقت أنت المكلفة بدك تدفع ضريبتك وأموالك مصادرة، وفي حال قدرت تسحبي أموالك على سعر 8000 وعم تدفعي ضريبة على 20000، طيب هيدا خلل كمان. هيدا كمان منه كتير إذا بدي قرار سليم. بس ليش هن قديش احتسبوا الدولار بالموازن؟ عم بيقولوا إنه الدولار الجمركي ممكن يحتسبوه على سعر المنصة، سعر صيرفة. بس أنت اليوم كمان أنت ما عم تسحبي، لأنه الاتصالات مثلا وبعض الفواتير الثانية عم يشوفوا قديش عم يحتسبوا الدولار، يمكن على 8000، صح؟ بعد ما أقروا موضوع الاتصالات هيدي، مثل موضوع الكهرباء، إذا بيزيدوا التغذية بيزيدوا التعرفة. بس أنا اللي هون بدي أقوله إنه ما في عدالة اجتماعية، وهيدا شمولي، هيدي الضريبة شمولية، إن كان ضريبة الجمرك، إن كان الضريبة على القيمة المضافة. أما بالضرائب المباشرة والمقنعة هي مثلا الشطور، ضريبة الدخل يعني على الراتب والطوة، أصبح يعني الشطر، خلينا نقول إذا لنعتبر مثلا اللي بيقبض 3 مليون بيدفع ضريبة 10-12%، صار اللي بيدفع مليونين، أما مليون اللي كان يدفع ضريبة خلينا نقول 10%، صار هو كمان بيدفع 12%. إذا أنتوا عمليا شو عم تعملوا؟ عم تاخذوا من معاشات الناس، عم تاخذوا من أموال الناس. ما شفنا بموضوع الأملاك البحرية، ما شفنا
إذا بدك التعديات زادوا الضريبة عليها، ما شفنا ضرائب انتقائية يعني مثلا على الطبقة الميسورة السيارات لأسعارها بتتخطى مبلغ معين يكون في رسم جمركي أعلى أما ضريبة أعلى، ما شفنا كمان مثلا على اللوحات اللي بحبوها بعض الميسورين كمان يرفعوا الضريبة عليها، ما شفنا كمان على مثلا مثل بأوروبا في الوحدات الشاغرة مثلا إذا عندك مسكن تاني أو مسكن تالت فيك ترفعي كمان ضريبة عليه. نعم. طيب هيدا بيكون طبقة ميسورة، إذا هون اللي عم بقوله أنه أنا الطبقة الوسطى والفقيرة كمان هي عم تتحمل تداعيات هذه الضرائب اللي هن فرضوها اليوم. إذا عمليا أنا برأيي دراسة الموازنة بالمجلس النيابي رح تمط ورح تطول عمدا لبغية عدم إقرار هذه الموازنة قبل الانتخابات النيابية، وما بدنا ننسى أنه الشبيبة بدهم يتفرغوا لحملاتهم الانتخابية بعد شهر ما أقل، وبعدها ما بعرف إذا بيصير في تغيير سياسي، لأنه أكيد بده يصير في حكومة جديدة، والحكومة الجديدة بنعرف بأنه بلبنان تاخد وقت ولا تتشكل هذه الحكومة، ممكن نحن قطعنا مرحلة الدستورية لتقديم موازنة 2023. إذا عمليا ما بنعرف نحن بضبابية، ما بنعرف وين ممكن نوصل. شكرا لك دكتور وليد أبو سليمان الخبير الاقتصادي على وجودك معنا اليوم ببرنامج الحدث. أهلا وسهلا. شكرا لك. شكرا مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.